السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤسف جدا أغضب كل المشاهدين، وقبل الخوض في التفاصيل يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الإمام وهو يصلي بالناس التراويح، وقد وضع أمامه هاتف نقال مزود بكاميرا في بث مباشر على منصة تيك توك، ويبدو أن هذا الإمام أن همه الوحيد هو نيل الشهرة ورفع المشاهدات على صفحته، مستغلا بذلك القرآن الكريم والشهر الفضيل. فوجب على السلطات توقيف هذا الشخص ومحاسبته ليكون عبرة لغيره.